اي حد كان في شكل معين ده وبعد كده بيتغير، ده بيبقى اكتر حد نفسيته بتبقى متدمره، وبيبقى اكتر حد تعبان جدا، لانه وصل لمرحله من البريفكشن او الكمال زي ما هو كان عايزه. اما بيحصل انه حد بيتخن او حد شعره بيقع او حد وشه بيتبهدل او اي حاجه، بيبقى اكتر واحد فيري سنسيتيف، ما بيبقاش قادر ان حد يجي يقول له انت تخنت كده ليه او انت بقيتي رفيعه قوي قوي، هو اكيد عارف. فلازم نعمل ان احنا نسبورت، لازم نعمل ان احنا نقف معاه. ما ينفعش نواجه الناس بعيوبها قدامها ونعمل لهم انسكيورتيز او نعمل لهم حاله من حالات الاحباط، لان كل الناس فيها اللي مكفيها. لو واحد طلع همه في الاكل سيبه يطلع همه في الاكل، وانصحه بالحكمه والموعظه الحسنه. دي كانت فقرتنا النهارده، جواز ولا ورق العنب. انا بقول ورق العنب.